لا، الأستاذ وليد اللي اتعين معايا في القسم من 10 سنين؟ أستاذ ماجد اللي بيزرني بالإيميلات كل يوم. أيوه صح، إزيك؟ أنت بتسلم؟ بسلم جداً. أنا كمان، المكان ده غريب قوي. إيه ده؟ أنت أول مرة تشوف ميتنج روم ولا إيه؟ آه أنا رحت واحدة زيارة قبل كده. فعلاً؟ ماي التاريخ جداً. اسم إيدي بقى؟ هاي، إزيكوا عاملين إيه؟ إيه ده، أنا عارفاكوا. هو بالصلاه على النبي بعت لكم كلكم هنا؟ اه بس المكان ده غريب قوي. اه ده المكان اللي كانوا بيجتمعوا فيه زمان في الشغل. انترستنج. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضلوا اتفضلوا، منورين. مش هاخد من وقتكم كتير. استاذ وليد مش كده؟ ازي حضرتك يا فندم؟ أول مرة أقابلك، شكلك مختلف كتير عن الكاميرا. حضرتك عارف إن الكاميرا بتتخن 5 كيلو بس. طب ما جبتش ليه الكاميرا اللي هي برادة دي عشان ما تتخنكش؟ كاميرا سن يعني. الكاميرا بتتخن يا أستاذ لما بيبقى موظف مبتدئ ومش عارف يصور نفسه في الأونلاين ميتنج إزاي. صح يا فندم. طبعًا أنتوا عارفين إن إحنا بقالنا فوق الـ 12 سنة ما تقابلناش وجهًا لوجه كده. أنا شخصيًا النهاردة وأنا نازل كنت ناسي البنطلون بيتلبس إزاي. وفكرة إنك تشوف زمايلك كاملين من فوق لتحت دي فكرة مؤذية للعين جداً، لكن أنا قررت أكسر القاعدة ونتقابل النهاردة عشان نشوف آخرة الاستهتار اللي بيحصل إيه. بس يا فندم، إحنا محققين التارجت الشهر ده والشهور اللي فاتت كمان. مش مهم، مش مهم التارجت يا أنسة جودي. تارجت إيه؟ المهم الأونلاين ميتينجز بتاعتي صورتها تطلع في أحسن صورة. أنت عارفة إن إحنا كانت جايلنا صفقة في مركب فيها بضاعة ب 30 مليون جنيه. المركب دي غرقت، مفيش ولا مدير فرع اتضايق. ليه؟ لأن بعد ما المركب ما غرقت عملنا أونلاين ميتنج في قمة الروعة والمركب كانت بتغرق فعلاً في الخلفية. الله! أنا طول عمري الأونلاين ميتنجز بتاعتي بتاخد جوائز، أحسن تصوير وأحسن إخراج. اللي أنتوا بتعملوه مؤخراً ده هيضيع تاريخي. أستاذ وليد، انت معروف عنك دايما في الاونلاين ميتينجز بتاعتك انك بتبقى انسان بسيط، كادراتك رايقه، خلفياتك محسوبه، واقعي جدا، بتستخدم اكسسوار من البيئه اللي انت فيها. ممكن تفهمني لو سمحت قدام زمايلك ايه التمثال الزباله اللي في الكادر ده؟ انا ما كنتش اقصد حاجه معينه. انا كنت كده بحاول اعمل تكوين كده يكون حلو. تكوين ايه يا فندم؟ حلو. افتكرت في حاجة في الصوت، النت بتقطع ولا حاجة. ده. شوف حبيبي، ما هو حاجة من الاتنين، يا إما أنت فاهم أنت عامل إيه وده معناه إنك حاطط لي رمز في الكادر يدل على إن أنا صنم وبجم وما بحسش، رمز سينمائي مباشر وساذج طبعًا، يا إما أنت مش فاهم أي حاجة وذوقك زبالة. اعتبرني ما بفهمش يا ريس. ممكن نقول قدام زمايلي إن أنا ذوقك زبالة؟ أنا ذوقي زبالة. زبالة. برافو برافو. هرجع لك تاني لما اشوف الانسه جودي. انسه جودي، في نفس الاجتماع بتاع اكتوبر اللي فات ده وفي الاجتماعات اللي قبلها لاحظنا ان الكادر عندك دايما مايل سلامات. لا والله، يعني انا بس كان قصدي ان شكلي كده احلى يعني بدل الكادر العادي ده. الله، طب ما حلو ده. طب ما احنا بقى ايه، نضيف كمان الفلتر اللي بينعم البشره مع الورد اللي بيبقى طاير ده، وانت تساعدينا ببوز البطه فيقوم ربنا بقى يرزقك بابن الحلال في الميتنج اللي جاي. ايه ده بجد ينفع؟ شكل ايه اللي احلى؟ ده انا رقبتي وجعتني. مفيش حاجه اسمها كادر مايل. انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي ان حال الشركه بيميل؟ لا لا والله ابدا، انا بس يعني قلت ده اللي هيعجب الجمهور. انا سجودي، حركه الكاميرا من غير سبب قله ادب، ده ألف به معهد سينما.
هرجع لك يا جودي، هرجع لك بس لما اشوف الاستاذ عبد العظيم. استاذ عبد العظيم اللي بيحط لي الكاميرا من تحت، نجم اللو انجل. قصدك ايه يا استاذ عبد العظيم؟ قصدك تبين ان انت يعني عظيم في الكادر عشان انت المدير المالي يعني، فاحنا كلنا محتاجين لك. يا فندم انا عدم لا مؤاخذه مش بلاقي مكان مناسب اضع في الكاميرا. طب انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. انا هعتبر ان انا حاسس ان انا في الماضي. والله انا حاسس ان انا في 2030 مثلا، في العصر الحجري، لما موظف يقول لي مش عارف احط. من بكره يا استاذ في لجنه هتطلع من هنا من الشركه ترفع مقاسات وتعمل معاينه، وهتحط لك الكاميرا في زاويه تكون مطلعه خلفيه شكلها عادل في الشقه عندك، واياك تلمسها. حاضر. بالمره اللجنه تبقى تحلق لك شنبك عشان وانت بتصور من تحت ده كنا شايفين انه لامم حاجات. بتسلم عليك؟ عادي يا سيدي. استاذ ماجد. يا فندم انا اسف يا فندم. اسف. انا عارف ان انا ما كنتش بفتح الكاميرا خالص، ولكن يا فندم انا كنت بطلع صوت بس، انا عارف ان ده غلط، فارجوك تسامحني. ارجوك يا فندم. استاذ ماجد مش انا قلت لك 100 مره لما تعيط في الميتنج تبقى تعمل ميوت؟ مش عايزين قرف؟ مين قال لك يا ماجد اني زعلان منك؟ بالعكس انا انبهرت يا ابني باللي انت عملته. العمق اللي انت اضفته للميتنج ده بهرني. فكره انك انت بتتكلم من ورا الكاميرا والشاشه سودا بيخلي خيال المتفرج يشتغل. يا ترى مدير المبيعات ده عامل ازاي؟ اكيد الناس لو شافوا شكلك مش هيشتروا، فاللي انت عملته ده عبقري. لو سمحت يا شباب، بالرغم من اني لما سمعت صوت ماجد كنت متخيل ان هو شكله اشك من كده، الا اني عايزكم دلوقتي كلكم تسقفوا للاستاذ ماجد عشان العمق بتاعه. لو سمحت اتفضل. لو سمحت. برافو يا ماجد، برافو. انا كنت ببقى قافل الكاميرا عشان كنت قاعد بالفانيلا الداخليه. ما انا عارف. عارف. طيب عن اذنكم يا شباب، وارجو ان احنا في الفتره اللي جايه نهتم بكادراتنا والتصوير يبقى حلو. عن اذنكم. مستنى بير، ميتنج الشركه اللي بنيها هيبدا حالا. المخرج موجود واللوكيشن جاهز على التصوير. طيب. معلش ضحى، بيفكريني هزقك على الغسيل اللي كان طالع في الخلفيه في الميتنج اللي فات. ما هو اصل الغسيل يا فندم. لم الغسيل يا ضحى، لم الغسيل. اعدلي الكادر يا جودي. حاضر. شيل التمثال، حسن ذوقك. عشان بيلم. ماشي يا فندم. ماجد يلا حبيبي، عايز حاجه؟ انا بسلم عليك. ربنا يخليك يا حبيبي. يلا باي باي. مع السلامه.